المشكل ديال الماء، التحلية ديال الماء هي الكلفة. ولو أننا صحيح أنه الكلفة ديال الماء بحكم تقدم التكنولوجي الكلفة انخفضت منذ في 10 سنوات الأخيرة، ولكن الآن لا زالت في حدود 4 دراهم ونص 5 دراهم على الأقل بالمتر مكعب. أي كان تعرف لما جاء الميدان غادي يقول لك بأنه هذه الكلفة لا زالت مرتفعة جدا، ولا يمكن أن تسمح بإنتاج فلاحي ديال المواد الأساسية، المواد العادية اللي كيستهلكوها المغاربة. بهذه الكلفة هذه ديال 5 دراهم يمكن نديرو ما يسمى بالفواكه الحمراء مثلا اللي هي متوجهة للتصدير واللي طبعا عندها ثمن عالي. ممكن، ولكن المغاربة ما غادي يحق الاكتفاء الذاتي ديالهم بالفواكه الحمراء. إذن ما خصناش نوهموا راسنا بأنه راه هنايا كاين إمكانيات جديدة، راه الإمكانيات محدودة لأن المعادلة الاقتصادية والمالية واضحة. إما غادي تبقى على هذه الكلفة معينة، وهذا يعني بأنه المنتوج اللي غير يمكن لك تديره بهذه الكلفة هذه ما يكون غير محدود جدا وغالبا متوجه للتصدير. وإما غادي تدير الاختيار ما هو اختيار إرادي سياسي، أي أنك تنتج مواد اللي هي كتوجه للطلب الداخلي، كتلبي الحاجيات الداخلية، ولكن طبعا خص الدولة تدخل في إطار سياسة شمولية باش تمكن الفلاحة باش يوصلوا لهذا الماء هذه بكلفة معقولة.